مرحبا. واحد من أقدم الجوارح على وجه الكوكب وبيصل وزنه 7 كيلوغرامات وبتتراوح المسافة بين جناحه عن الفردة ما بين 2.3 ل 2.8 أمتار نسر أو بدقن. بيستوطن هالطائر المناطق الجبلية وبيمتاز بمنقاره القوي الحاد ومخالب قوية بتساعده بالحصول على طعامه. بنتقل نشوف كيف عم يكون طقس أمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع على المناطق الساحلية. عم تمتد تدريجيا للمناطق الداخلية مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصير أدنى معدلاتها بمعظم المناطق، وعم يترو انخفاض ملموس على درجات الحرارة تصير أدنى معدلاتها بقليل، والجو عم يكون غائم جزئيا بشكل عام وأمطار عادية متوقعة على المناطق الساحلية، وعم تمتد تدريجيا للمناطق الداخلية. وليلا عم يكون الجو مائل للبرودة وبارد بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحا. الرياح غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، عم توصل سرعتها ل 30 كم بالساعة، أما الرطوبة عم تروح بين 55 و90%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 25 درجة. من تالت طقس العاصمة دمشق اللي عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا وعم تتراوح بين 16 و27 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية. بسويدا عم يكون طقس غائم جزئيا وعم يسجل عليها 26 درجة، بدرعا عم تتراوح بين 16 و28 درجة، وبالقنيطرة عم تتراوح بين 14 و25 درجة وعم يكون طقس ماطر. بالمنطقة الوسطى بحمص عم تكون الأجواء غائمة جزئيا وعم تسجل عليا 27 درجة، أما بحما عم تتراوح بين 16 و28 درجة. بالمنطقة الساحلية عم يكون طقس ماطر، بطرطوس باللاذقية عم تروح بين 18 و23 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل عليا 24 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم يكون كمان طقس ماطر وعم تسجل عليا 25 درجة، بحلب عم تروح بين 15 و26 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية بالرقة عم يكون طقس غائم جزئيا وعم تروح بين 17 و27 درجة، بالحسكة عم تسجل عليا 29 درجة، وبدير الزور عم تسجل الصغرى 19 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.